خير سيد عاكف، قال بدك ياني. عود. سيد عاكف، إن شاء الله ما أكون عملت شي غلط لا سمح الله. بلى، عملت غلطة كتير كبيرة. إنك صادق زيادة. عفوا سيد عاكف، ما فهمت. ما في شي معنو مفهوم يا أورهان. تتذكر المدير الإداري تبعنا؟ الحقير نصب علينا، اختلس مصاري كتير من الخزنة وقصص كتير، وأنا طردته وعم فكر حطك مكانه. كيف يعني؟ ما فهمت. ما في شي معنى مفهوم يا أورهان. بدي تكون المدير الإداري الجديد. ما بعرف يا سيد عاكف، يا ترى بقدر أنجح بهذا الشي؟ والله خايف أني خجلك. ما رح تخجلني، لا تقلق، حتى أنك أحسن واحد لهالمنصب. تعرف شو السبب؟ لأنك صادق كتير أورهان. يعني نحنا رح نعطيك مبلغ بيضل معك، وانت رح تصرف هالمبلغ على شغلات بتناسب مصالح عاكف أتاكل ومصالح المدرسة كمان. يعني بتجيب أدوات تنظيف، وبتجيب قرطاسية كمان، وبتجيب غراض الكافتيريا، وبس هذا كل شيء. يعني كتير بسيطة. تمام، بما أنك عم تقول هيك معناتها بقدر أعملها. ايه ممتاز. وكمان خلينا نزيد راتب السيد أورهان. تمام عاكف بيك. معناتها أنا ما عاد في داعي إبقى، أنتوا احكوا عن التفاصيل بيناتكم. مبروك سيد أورهان. شكرا سيد عاكف. يعطيكم العافية. شكرا. تفضل سيد أورهان. اليوم شو رأيك ما نروح على الشغل؟ لأنه الجو حلو كتير، نطلع شي مشوار، ها؟ شو رأيك؟ ما بصير هيك دورو، شو رح يعمل سليم لحاله؟ عن جد والله، مزبوط، أنا كيف بنسى سليم؟ حتى أني هلأ عم بعمل شي عيب مع سليم، ما هيك؟ اسمعيني حبيبتي، أنا حابب نطلع مشوار، لا تكسري بخاطري، لو سمحتي. دوروك إجا أبوك. وينه؟